حملوا على مر الزمان عظيما وتحملوا من أجله التعليما حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما حملوا من أجله التعليم حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما رحلوا عن الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما أنس القلوب تلاوة يشدو بها صوت يزيح عن القلوب هموما صوت يعيد الغافلين لربهم ويظل يسري في الوجود رخيما هذه مزامير تطل عليكم فتريكم المجهول والمعلوم حملوا على مر الزمان عظيم سمت إنساني فريد ذلك الذي كان عليه الشيخ محمود عبد الحكم حيث كانت حياته مصداقا لكتاب الله عز وجل الذي يحمله فكان رحمه الله زاهدا في الدنيا مؤثرا للعزلة والعكوف على كتاب الله تاليا ومستطلعا أسراره ومراميه وتحملوا من أجله التعليم حملوا كتاب الله بين صدورهم نشأ الشيخ محمود عبد الحكم في أسرة متدينة وذات باع كبير في دنيا القرآن والعلم والده هو الشيخ أحمد عبد الحكم أحد أشهر علماء بلدته مشهود له بالعلم والحكمة كان الجميع يحبه ويقدرون علمه حيث كانت له مكانة دينية وأدبية كبيرة ألحق الشيخ أحمد عبد الحكم ولده الصغير محمود بكتاب القرية منذ صغره لما لمح فيه من نجابة وذكاء ومقدرة رهيبة على الحفظ وكان الطفل محمود عند حسن ظن أبيه حيث أتم حفظ القرآن ولم يبلغ بعد 10 من عمره كما استطاع خلال تلك الفترة تعلم أصول القراءة وقواعدها وكان يرتل القرآن ويجوده بمهارة فائقة ودربة على التجويد ومراعاة لأحكام القراءة ولهذا حظي محمود بتشجيع أهله وأثار فرحتهم الغامرة بحلاوة صوته وإتقانه للقراءة دون رهبة وقد شجعه والده على الاستمرار في تحصيل علوم القرآن فكان أن ألحقه بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا مكث الشيخ محمود عبد الحكم في المعهد الأحمدي بطنطا قرابة 2 ثم التحق بعد ذلك إلى الأزهر الشريف فنهل من علمه وطالع كتب التراث واللغة العربية مدة 2 وهناك كتبت له حياة جديدة فقد غزا قلوب المستمعين في القاهرة بصوته الشجي وأدائه المميز وهنا وهب الشيخ محمود نفسه لخدمة القرآن الكريم ابتغاء نشر لوائه في مشارق الأرض ومغاربها دعي الشيخ محمود للعديد من المناسبات في المحافظات الوجه القبلي والبحري وسارت معه الشهرة والمحبة في كل مكان حتى أصبح من قراء عصره المتميزين ها ها
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون في سنة 1937 تقدم الشيخ محمود عبد الحكم للاختبار أمام لجنة اختبار القراء في الإذاعة المصرية بناء على رغبة صديقه الشيخ محمد رفعت كما تقول بذلك بعض الروايات، ونجح الشيخ محمود عبد الحكم في الاختبار وتم اعتماده قارئا في الإذاعة منذ ذلك التاريخ. وفي نفس العام عين أيضا قارئا للسورة بمسجد السيدة نفيسة، فكانت الإذاعة تنقل العديد من تلاوات الشيخ من خلال هذا المسجد لينتشر صوته إلى مسامع الناس في كل مكان، فتمت دعوته للقراءة عبر الإذاعات العربية والإجنبية وإذاعات الشرق الأدنى وإذاعات الشرق الأقصى. في سنة 1940 شارك الشيخ محمود عبد الحكم مع كبار القراء في مصر أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد الصيفي، وذلك في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، وتم اختيار الشيخ محمود أمينا للصندوق على هذه الرابطة. طبعا كان الهدف من إنشاء هذه الرابطة أو هذه المشيخة هو البحث في كيفية النهوض بخدمة كتاب الله تعالى قراءة وتلاوة وحفظا وتفسيرا وطباعة وتسجيلا، وكذلك تحويل جميع المساجد في مصر إلى مقارئ قرآنية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. في سنة 1965 وجهت دعوة للشيخ محمود عبد الحكم من قبل وزير الأوقاف الجزائري، وذلك من أجل افتتاح أحد المساجد في شهر رمضان المبارك. وفي الطريق إلى المسجد في الجزائر وقعت حادثة مرورية حيث انقلبت السيارة التي كانت تقل الشيخ ومن معه من المرافقين من كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف الجزائرية. أصيب الشيخ إصابة بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الضرورية له لنجدته، ومكث الشيخ مدة شهر تقريبا ثم عاد إلى القاهرة. وكانت المفاجأة الصادمة للشيخ محمود عبد الحكم عندما علم بموت جميع من كانوا معه في السيارة ولم تكتب النجاة إلا له لوحده. توعكت صحة الشيخ واعتل بدنه رحمه الله، وكان يقول بقلب يملأه الإيمان في سبيل تلاوة القرآن وخدمة كتاب الله يهون كل شيء.
لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طاف الشيخ محمود عبد الحكم معظم بلدان العالم العربي والإسلامي إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، وقد زار كل هذه البلاد العربية بلا استثناء مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وغيرها من البلدان. كما قام الشيخ بتسجيل المصحف المرتل لدولة الكويت، وذلك سنة 1980، وكانت هذه التسجيلات في بعض الإذاعات الأجنبية التي كانت تبث برامجها باللغة العربية مثل إذاعة لندن وصوت أمريكا. كما سجل أيضا الشيخ محمود عبد الحكم الإذاعات مثل إذاعة باكستان والهند وإذاعة أندونيسيا وكذلك إذاعة كوريا وقطر وتركيا والمغرب والسعودية. قال لنا ابنه الأستاذ حسين محمود عبد الحكم أن السعودية تحديدا قد حظيت بمحبته وحظي منها ومن أهلها بمحبة خاصة، وكان دائم التردد عليها خاصة في فترة الحج والعمرة. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. تمتع الشيخ محمود عبد الحكم بصفات نفسية وإنسانية طيبة، وجمعته بالقراء أبناء جيله والأجيال التي تلت في القراءات علاقات وثيقة ومتينة ورائعة. وقد شهد بأن الشيخ محمد رفعت هو المؤثر الأكبر في قراءته، على الرغم من أنه سمع أيضا الكثيرين من المشايخ والقراء أمثال الشيخ علي محمود والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وكان يفضل مشاركة الشيخ مصطفى إسماعيل له في التلاوة، وكان يحبه حبا كثيرا ويعتبره من أفضل القراء الذين قرأوا القرآن الكريم في العالم كله. وكانت أوثق علاقاته تلك التي ربطته بالشيخ محمد صديق المنشاوي، وكان الشيخ رحمه الله يقضي وقته كله بين أمرين، بين خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وبين خدمة أولاده وحسن تربيته. ويحكي لنا ابنه الأستاذ حسين الذي تحدث معنا بصوت رخيم ذكرنا بصوت والده الشيخ محمود، يقول أن والده لم يكن لديه سيارة، وأنه كان يفضل ركوب المواصلات مثل بقية الناس، وأنه كان يكره الأضواء ولا يحب مقابلات التلفزيون، حيث كان يقول إن الإذاعة تساعد على القراءة أفضل من التلفاز، فهي تساعد على الخشوع والانهماك في قراءة القرآن، أما التلفزيون فيجعل هم القارئ أن يظهر بمظهر جيد أمام الناس الذين يشاهدونه، وهذا بالطبع يفقده الخشوع والإخلاص في القراءة. وفي صمت هادئ كحياته رحل الشيخ محمود عبد الحكم عن دنيانا سنة 1982 ميلادي، وهو القارئ الذي طالما ملأ الدنيا وشغل الناس بصوته العذب الشجي رحمه الله تعالى. رب هب لي حكما وألحقني
واجعلني من ورثة جنة النعيم. حملوا على مر الزمان عظيما وتحملوا من أجله التعليما. حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. حملوا من أجله التعليم. حملوا كتاب الله بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. رحلوا عن الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما. أنس القلوب تلاوة يشدو بها صوت يزيح عن القلوب هموما. صوت يعيد الغافلين لربهم ويظل يسري في الوجود رخيما. هذه مزامير تطل عليكم فتريكم المجهول والمعلوم.